قطع مسافات السفر عاشق كلام الليل انتم نجومة والقمر انتم نجومة والقمر واصوات ومواويل وانغام والمواويل وبالشعر يحلو السمر يكون السهر جميل ويزهر سهر الليل ويزهر سهر. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام في قناة تونس، مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج كلام الليل. نحب نشكر شكر خاص فرقة سفيان السيالة في هذا الأداء الرائع لأغنية ليلة حب للفنانة أم كلثوم، كوكب الشرق أم كلثوم. يعطيكم الصحة، برافو، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. طبعا يتواصل برنامج كلام الليل إلى حدود تقريبا 30 جوان. ما زالت البرمجة، الشبكة البرمجية طبعا التلفزيونية على قناة تونسنا ربما متواصلة في شهر الصيف مع بقية الزملاء وأيضا الزميلات. ضيفي الليلة فنان مختلف في نوعية الموسيقى اللي قدمها حتى في اللوك أيضا. أنا نعتبره فلتة من فلتات الفن في تونس، لكن ابكي على الوقت وعلى البخت وعلى برشا حاجات اللي ما تخدمش فنان مالوريزمون، وهذه حاجة موجودة كان في بلادنا، لأنه لو تهز الشخص هذا تحطه في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في إيطاليا يكاد يكون فنان آخر مختلف تماماً، ونجاحات أخرى مختلفة تماماً، ومستقبل فني مختلف تماماً على اللي موجود في بلادنا. على غالب بلادنا ما نقولش تضوي على البراني، أما المفروض تضوي على أولاد بلادها. هذا في الساحة الفنية تقريباً منذ عقود، والكلام اللي يقوله توا ما هوش جديد. فنان متكامل، يلحن، يوزع، يكتب، متمسك بالهوية الإفريقية وهو اختيار منه. وقد يكون الفنان الوحيد في تونس اللي حافظ على ستيل الريغي في تونس. لقب نفسه بألفا بلوندي العرب. يعجبني غروره، كبرياءه، وأيضا كبرياءه الموسيقي، لأنه عنده ألحان قد لا تخطر على بال الكثير من الفنانين. لا لشيء، لأنه أكاديمي فنان تبارك الله في مسيرته عقود من الزمن فيها التمكن وفيها النجاح. نستقبله مع بعضنا الفنان القدير أحمد المجري. يعيشك يا علي. في التلفزه ما راكش برشا؟ ما صار لي حادث وبركاج. عملت عمليه؟ اي بركاج خايب برشا معناتها في الكوتي. مش البركاج اللي انا وياك وفيصل الريحي لا، هذيك عاد هذيك بروفا. هذيك بروفا؟ هذيك تسمى بروفا 2017 بروفا عملناها مع بعض. النهار هذاك كي منعنا معناتها ماك شفت السواتر في لا هذاك منعنا، منعت انا واحمد المجري وفيصل الريحي مروحين من وقت وقتها عندك ميسيون في راديو ميد وقتها مروحين. منعنا من الموت. اي منعنا من الموت. خذيت امبلور اخرى. هما وقفونا زعما زعما يتبوا في السكور. البركاج الثاني كيفاش صار؟ والله علاه معناتها ما واقف باش نشري دب وزماء. اي. وطفل صغير. في الليل ولا في النهار صح؟ هاي التصويره في الليل ولا في النهار؟ يمكن مع الثمانية غير بعض. اي. في 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 اعز منطقة في تونس، مش لازم خاطر فما ناس لموني قالوا كيفاش تقول المنطقة هذيك يصير فيها بركاج. لا علاش البركاج تصير في اي بلاصة؟ واقف نتكلم بالتليفون و وطفل لي نقز يخطف لي البورتابل اللي طيح لي كسر لي كتفي على التليفون. هو هز تليفون وهرب، فهمت؟ اما انا وكتفك تكسر معناتها اذا تكسر محال تحاول تجبيره، كتفك تكسر ولي كونسيكونس معناتها كبار معناتها نفسانيا انك ما ترقدش، ما عادش تعزف، ما عادش تسوق، تلقى روحك وحدك ومع شكون باش تحكي في المجتمع هذايا وفي الوسط الفني. خديت حقك حقك بالقانون، شدوه السي. لا لا طفل شدوه حكم عليه شهرين. شو انا توا لتوا والله هذه انا سبع شهور ولتوا نداوي ومريض. هو عنده شهرين وخرج وعاود عمل البركاج اخر. بالك خاطر مينور ولا مشى للصحيح؟ لا مينور لا ماجور، معناتها سامحني توا سامحني، مش خاطر انا اسمي احمد المجري ولا فنان. مواطن. انت عملتها مع مواطن. معناتها انا كي تعديت احمد المجري مواطن نمره بطاقة تعريف، انت العمليه اللي عملتها هذه نتاع الخطفه ونتاع البركاج، نورمالمون اقل حاجه تكون عبره معتبر خمس سنين وبالك شيء انا يحن قلبي نجيب لك قفه. فهمت؟ اما انك انت تفتقني من بعد شهرين حبس شهرين وانا ست اشهر معناتها في سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس ابريل ماي ولتوا واحد يسوفري. لطف عليك ان شاء الله. لا معناتها فما برشا فيولونس. بعد طفل كي شدوه تعرف قداش باعوا تليفون خويا؟ قداش؟ التليفون ساعة ب 8 ملايين. أه؟ قيمته 8 ملايين. اللي في وسطه موزيكا ومشاريع وعلاقات 800 مليون، تعرف قداش باعوا؟ باعوا 140 ألف. 140 ألف.
باش نشري حربوشه باش يا والله حوايج فهمت خويا حاول تفهم نحب نهنيك بعرض طمطام في مدينه الثقافه منين جات التسميه احمد طمطام آلة الطمطام نعرفها اي تعمل فيها سون ديفيرون تهزك لافريقيا كيما انت قدمتني جو ميرسي ساعه على التقديم توتون كرويون وفما الفزاني نتاعنا نتاع تونس والبونواره والسوق والارتام الكل كي تخدمهم بالطمطام تولي تسمع في نفس الريتم اما يهزك لحومه اخرى مزيانه يهزك العوالم عباره انت علاه جيت لبستك لبسه نتاع افريكان ولا باكستاني ولا فهمت شخص هو بيدو لكن اللوك يتبدل وهذاك اللي نقص الموسيقى التونسيه معناها في مواقفك احمد المجري فهمت علاش حبيت نقول ولا ايه معناتها موسيقتنا محلاها انا اخر مره في باريس نحوس ونسمع في عواده امانه ماني الماني التوريست قاعدين في بلاد يصفقوا يشربوا قاعدين ويشربوا في الجو قاعدين يسمعوا في كل المحير سيكا نتاعنا قداش بنين قداش عزيز وغالي اي معناتها علاش نحن ما نمنوش ببعضنا علاش قعدنا لوكال واضح سامحني المغرب طارت شاب خالد طاير جزائر ومامي سامحني ليبيا عندهم ريتم اللي نحن ماخذين منه الفزاني طار ولا ما طاروش؟ التوانسة طرنا ولا ما طرناش؟ لا نحن سامحني خاطر سولوي كي نافونس با ريكول غزلي شفت الموسيقى في الخليج توا كنا بعاد كنتم ولا قريبين يا وقفنا غاديك شوف الثورة اللي صارت في الخليج توا معناتها كي يعملوا حفلة يحطك 160 عازف بالفعل تصويرة نتاع بلاد معناتها إذا أردت أن تعرف مدى تطور أمة فاستمع إلى موسيقى بالضبط نحن موسيقى نتاعنا راقية كيفاش نوصلوها؟ باهي أحمد كنت في كل حواراتك التلفزية تقريبا عندك موقف من وزارة الثقافة وتهاجم في وزارة الثقافة المرة هذه وزارة الثقافة تهاجم نهاجم إي تهاجم لا لا جامي دلافي لا هاجم لا لا أنا ديما نقول عامناول لا عامناول معايا في سكر البرنامج هاجمت وزارة لا الثقافة لا والله لا لا جامي دلافي هذه أنت باش تعمل لي أنا سامحني برمي لي زارتيست اللي هما رار مو معناتها كي نتعدى ديما نقول الحمد لله فما وزارة الشؤون الثقافية اللي هي تدعم وممنا بفنانين كما سيتي أنا خاطر أنا بعثوني دعموك المرة هذه سي لا دوزيام فوا يعني خذيت دعم ايه قبل خذيت دعم عملت قداش خذيت؟ خذيت لا مش على ارقام تو تسمع خذيت تي الفلوس اللي خذيتهم جيت نصرف عليهم انا في قداش خذيت؟ مش مشكله مش عليه خلينا نحكيو ساعه جروندور لا نحب نعرف قداش خذيت لا كي تولي معناتها الحكايه في رقم مع الفقر والميزير اللي عاشتها العباد اوكي يخوف الفلوس مش هذيك لا مش نخاف شيخي هولا انا فلوس لا انا توا قدامي انا لجنه باش نعمل عرض يلزمني انا نقلع اللجنه هذيك خاطر عندي 14 اغنيه جديده شعر وملحن وكوستيم وذو وبرايف هذوما الكل يسوي 200 مليون الوغ انا مثلا خذيت 50 مليون اللي انا باش نزيد عليهم ما يعملوا شيء باش ما يعملوا حتى شيء خاطر باش تعمل كرياسيون كرياسيون شنو معناتها كرياسيون باش تعمل باش تشمر على ذراعك ولي ميوزيسيان يقعدوا يبربوا صباح وليل والشعراء وتعمل دي كونسي هذا الكل باش تعمل ان برودوي على رد بالك راه فما حاجه برك انك العرض هذاك تعمله ينجم يكون بطل العالم ومن بعد يموت وبعد يموت بالفعل اي اي يلقاونا حل معناتها انت تعطيتني فلوس اي ما كي تقول انت دعم من فلوس انت إيه قبلت الجمع احمد مش قبلت يا اخي انا فنان باش نعيش سامحني انت قبلت احمد شنو قبلت يلزمني نقبل يا اخي تو سامحني إيه؟ يا اخي هما عطاوني هما لامك حدرة وانك لا هما عطاوني فلوس انا متعدي في الشارع قالوا لي فما ناس قدموا بروجيات وما قبلولهمش ان شاء الله المره الجايه انت قبلوا مي لو بروجي كي تقبل معناتها انا نحب نكون في مستوى ثقة الناس اللي عطاوني الفلوس هذوما باش نقول لهم راهو بإذاعتكم ردت إليكم راني أنا نعمل في كرياسيون سامحني أنا نمشي للسنغال ونسافر ونمشي لمصر نسجل ألبوم على حسابي أنا نفقتي يا أخي فاش قام؟ نحب نقول راني تونسي مختلف كما قدمتني في هذا عرض طمطام تستحق أنك تكون على ركح مهرجان قرطاج بالعرض هذا؟ والله ما نمنش برشا أنا إن شاء الله العام الجاي خاطر كارتاج توا قاعدين يسون تران دو نيغوسي مع خالد ومع كاظم الساهر ومع اسماء كبيره كي خلصوهم ينجم الجمهور يخلص دي بي اي علاه كي يجي احمد كي يجي احمد ما يخلصش علاه يلزم ماكينه مش ما تخلصش انا ما عنديش مشكله عندي انا كارتاج عندي انا كارتاج هو انا معناتها حتى مش غني مش على كارتاج هو تحب تتفزعك تعبيه ما عنديش يا اخي غام عباو بالكيران هما بالكشافه مش هذيك القضيه معناتها فهمت موزيكتي انا موزيكتي يا اخي انا وقت اللي غنيت مع الفابلوندي موزيكتي يجيوها الناس علاه وقت اللي انا غنيت مع الفابلوندي باهي بعد الثوره يظل 2015 ولا فهمت طلعت نغني زفروا عليا زفروا علي يزفروا ما تدخلش عليها معناتها مع الفا بلوندي الجمهور التونسي زفر علي انا تو سامح انا يعني تونس. ما حشتهمش بيك يحبوا يسمعوا لا ما حاجه انا شو ما حشتهمش بيا شو معناتها زفروا علي لا ما علاش زفروا علي
خاطر هو كيتو توانسه هكاك هذيك طبيعتهم يحبوا فهمت تصفير يعني معناتها سامحني تو هذيك انا جاتني اون تري بيل اوكازيون بور شونتي افيك علاش زفروا عليك يا احمد مش زفروا مازالوا ما سمعونيش ما بعد ولاو يشطحوا نحكي لك معناتها فهمت إيه؟ علاه انت تعرف لي البرمه كي تغلي معناتها فهمت لا تعرف هما زفروا عليك احمد ولا يحبوني شو يزفروا عليا معناتها شنو تحب تعمل لي تو انت تي تو اسمعني لا بعد كي غنينا حتى انت يا احمد حطيت روحك في موقف لا تحسد علي ايه مع الفا بلوندي شو شو اللي زايد عليا هو خليقه وراس كيما الناس شنو يا ولدي كي نغني محاير سيكا نقطع وانا نفضخهم بعده شو يفهم هو في المحاير سيكا يا ولدي سامحني تقطع الفا بلوندي كنت احكي لك على ماني الماني في باريس تقطع الفا بلوندي شنو هي مش لو راه ماكينه شي غني هو سيب ماكينه كامله هذيك الفا بلوندي امنوا بي سامحني العالم هذاك ولا يعمل في سامحني عام 2028 يعرف روحي باش يخدم انا توا سيب سنه ما نحشش روحي قداش مره جاي لا هو انت كي جيت في فرنسا راك الفا بلوندي يا باش نمشي لفرنسا نمشي لفرنسا ومن بعد نحوس ونفتق العالم بعضهم شنو جسر احمد بيان سور بعد العمر هذا شنو هي العمر هذا شنو مش 62 سنه يا احمد شنو لا لا 60 60 ناقصين زوز مش اي موان دو ما يسالش اسمعني باش تخرج لا 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 جاوبني على السؤال جاوبني شنو باش تخرج اي نقلب انا وياك نحرق لا يا ولدي ما عندي وين نقلب معايا على بلادي بلادنا الناس الكل لا معناتها عندي انا ميساج نحب نعديها عندي موزيكا موزيكا تحب تعديها للعالم اي معناتها العالم يستنى فينا وين الموزيكا انا نحكي ميوزيكالمون اي الحياه مش موزيكا لا لا موزيكا موزيكا قبل امشي لكوبا الطبيب ياخذ 30 دولار ماك تسمع الموزيكا تولي فرحان امشي للسنغال كيف انا سامحني الفقر تاع شنو هي شاد جول على العباد والناس كل فرحانين تعمل لك تك 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 الناس كل تقطشت اي معناتها في عالم اخر لا لي بلاك توا لي سوبساريان توا اللي في تونس توا مخلين السنغال والعالم ومالي وجايين لتونس علاش معناتها نحن سويسرا شبينا نحن هكا مانيش عارفين قيمة بلاد بيان سور بلاد داير بها البحر يا خويا عز ديكور في العالم في العالم في العالم هذا اللي خلقوا ربي خليها ومشي لفرنسا بيان سور عادي يزي عادي يزي شنو اللي ضحية كيما أبو القاسم الشابي وغيره وأنا كيما الكبارات لا أبو القاسم ما عمره ما كان ضحية لا عاش 30 سنة أمان عملوا فيه عايروا فيه يقولوا يا مريض بالقلب ما تا واحد كي مريض تقول له ان شاء الله ربي يشفيه أبو القاسم الشابي راهو هرم كيما فما الهرمات في مصر عندنا هرم كبير غنيت برشا الأغاني الملتزمة سنا في مهرجان الأغنية في دورة خاصة بفلسطين يرفضوا لأحمد المجدري أغنية ملتزمة سكي بيزار انه كلموني قالوا لي الوزارة تلوج على بروفيل نتاع دي شونتور انجاجي في الجو نتاعك انت والكل هما قالوا لك معناتها اي معناتها كاين ابيل دوفر يجي على السلامة ديكور قدم فهمت حاجتي بعليا حاجتي باكو نوار اي قدمت غنية وصرفت عليها وندرك وشكون ما جاوبوني انت مرفوضه شو انت يا ودي فيها مهرجان سامحني اي نعرف يعني رفضوا الغنيه مش طايق ما تلطفيش حمد التوبه جاوبوني رفضوا لك الغنيه ايه بورتو دير تو انت كي رفضت الغنيه علاش؟ ايه معناتها واحد كي يتيح في البرمي ما قلت مثلا ما تعرفش تعمل مارشاريير ولا ما غزرت في الروتروفيزور انا عطيتك غنيه فيها مواصفات نتاع اغنيه ناجحه وصدقني سمعها واحد كونسيي في سفاره نتاع فلسطين صدقني عليه والله العزيز قال لي هذه تكمل تسجلها ندور ويلك تفك بها برشا منابر اعلاميه فهمت دونك باش ناخذ ونحكيو كما قال كمال تويتي على الاجنه ريت اللجنه الاجنه 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 ما اللمجه على وزن اللمجه معناتها انت تو فو افونسي والاخر يحب يوقف لك مسير حياتك تو سي بوركوا خاطر ديما اللي جان يخمم في شويه فلوس هذاك تابعك هذاك لا هذاك ما يخممش كيفك هذاك قطعك وريشك مثلا انت وانا كي مرضت تخيب كلموني فنانين ولا داروا كلم حد احمد ما كلمك حد لا تألمت برشا انا اشتريت تونس ملاح لا كلكوزا تنحيت ملام معناتها الغالبيه ما كلموكش فاش قام ولا نقابه ولا نقابه ولا سي انت النقيب قالوا له علاش ما ذكرتش احمد المجري قال ماهوش مومبر ما تو انا كي تكسر كتفي تو بربي كتفي نقول له بربي ما تكسرش خاطر انا مانيش مومبر في نقابه ماهر الهمامي تو هكا تو نقابه ماهر الهمامي مش نقابته على على روحه هو تو شو مدخله في انا نقابه انا السي في نتاعي شكون اللي قال لك ماكش مومبر هو سالوه قالوا له تو سيد هذاك هو صحيح هو ذاك ماهر شنو هو صحيح اللي هو غلاب اي هو ماهر الهمامي كي سالوه لاموا عليه قالوا له علاش انت اسمه النقيب النقيب على روحه نقيب على روحه نقيب على روحه شو نقيب على روحه يا هل انت مشيت لمصر اي مشيت انا في ديسمبر كنت غادي طلعت النقابه خفت النقابه اطول من الاوتيل افريكا ريت وخذيت موعد الاولاني والثاني والثالث وخفت تلقاك السوده نتاع مصر تخاف ما انت باش تسجل لازمك تدخل ليه ليه مثال على السلامه حك راسك نقيب على السلامه واحد بطال يمشي يشري مقصي ولا حجام على السلامه مره اخرى نو نو سي با سا
اسمعني، كل حاجة عندها ناسها. أنت نقيب تو باش نفعت البلاد، مانيش نحكي، ما نعطيش أكثر من المال. معناتها أنا تو جيت باش نحكي على السبكتاكل نتاعي. أنا مرضت، تقول لي كيف ما لقيت حد. لا تقول لي كيف أنك وإن شاء الله لاباس. ما قال لك حد. عندك فرح نجي نغني لك، عندك شكون ما قال لك حد. لا قالوا كلكو زا ما النقيب قال لكش شنو حوالك؟ لا ما يقول ما حاجتيش بيه باش يقول لي من أصل. ما قال لكش. مهما كلمة اللي غيب على طعام في الإيميسيون هذه ديما تجبد، ديما تجبد. أحمد تراش معايا انه مكانتك في تونس. احمد انت، انا في نظري انا نعرف احمد الملحن حاجه كبيره، ونعرف الالحان اللي نحلتهم، ما نقدروش ما نحترموش ما نكبروش بمبدعينا، والا احنا التوانسه هكاك. بون اللي قلت من زوز اجوبه للسؤال اللي سالته، نحن ما نقدروش، نحن ما نحترموش، ونحن التوانسه هكاك معناتها فهمت. يكون قاعد وقت اللي يموت يكرموه، يعملوا له ربعينيه ويعملوا له مهرجان وياخذوا الكاشيات، والسيد وقت اللي كان حي كيما ابو قنطه وقت اللي مرض مسيكن مريض. انا نحبه برشا خاطر هذاك تصويره نتاع الجنوب نتاع تونس، باك الشاشي لابسه وباك العود وعمل دي سوكسي، وفما ناس خذوا غنيات وتمعشوا منهم اتسيتيرا، لكن هو يشبه روحه. وقت اللي مريض يعمل في الدياليز سالش عليه واحد، درتش في الفيسبوك حتى واحد. وقت اللي مات ولا بطل عالم يزك تموت. فيك انت تو لشكون لحنت؟ صبر رباعي ما تبكيش. شكون الاخر؟ امينه. اش لحنت لها؟ يا بلادي. يا بلادي على تونس. شكون الاخر؟ اغنيه شبيبه برشا. يسرى محنوش. يسرى لحنت لك برا. نطال صبري، نبيها كراولي، نبيها نول الغشام، كل برسك كل. تراش معايا انك لما غيرت الوجهه من ملحن الى مطرب ضيعت الفتله يا احمد. علاش اصرارك انك تكون مطرب؟ هذا قالوه في الكواليس. انا شنو خدمتي؟ لا انا راني قلت لك قدام الناس. اي نعرف انا شنو خدمتي. مو جو سوي ان بروفيسور دو ميوزيك، قريت استاذ موسيقى، قعدت على الكرسي تعلمت عند المعلميه الكبار تاع البلاد. استاذ استاذ تو انا كي نسمع جمله تمشي مع نوال، ما هو قالوه نوال غناها وذاك اللي صار. اي لا كي انا قلت ما تبكيش هذا مكتوب. لا لا لا. لازم نمشي. انك اتجهت للغناء. لا مش اتجهت، انا كي بديت نغني معناتها نغني. يا هو عليه يا احمد ركز معايا بربي ركز معايا، راه مش استنقاص منك. نجاحاتك كانت ساحقه كملحن كمطرب يا احمد. اقل النجاح. لا عامل تروا سبكتاكل انا توا يا اخي، انا مسجل البوم في مصر. علاه؟ خويا انت الكلام اللي ما قلتوش، انا مسجل البوم على ميوزيسيان تاع شاب خالد اللي هما ما يتيحوش نامبورت كي، ومسجل البوم في السنغال، ومسجل البوم في مصر. ما نجحتش كملحن يا احمد. لا انا نغني، نعرف نغني بالقدا والقدا. تو انا قلت لك ما تعرفش تغني يا احمد. لا تقول لي انت كمطرب شنو معناتها؟ لا انت كملحن نجحت. ما نجحتش كمطرب. لا مطرب نغني، وكي نقف في الشارع نخوف ونعطي. خوف شكون؟ تو مغني مع الفابلوندي مش خوف. انا. لا معناتها كي نقف نملى البقعه نتاعي. تو الفابلوندي جاي مره كرتاج وغني. اي ما تو عاود يجي مره اخرى. احنا هنا عندنا دمادم، عندنا ابو شناق، عندنا صلاح مصباح. اي هذوما شو مدخلنا فيهم، هما يغنيوا يا شيخ لبالي، ولكنني بالامير نعم في ستيل اخر. انت قلت قبيله كي قدمتي نعم في ستيل نتاع موزيكا يفرح. ما ينجحش النجاح الساحق يا احمد. تو ينجح، تو ينجح. تو ينجح. اللي هو المالو. نحب الستيل نتاعك، نحب ستيل الريجي. الخمسة اللي لحقوا بالجر وملك الموت يراجع، لحقوا مولا العرق المر المشهور الدباج. الخمسة اللي لحقوا بالجر وملك الموت يراجع، لحقوا مولا العرق المر المشهور الدخباج. أما أنا ما أنا ما أنا ما أما أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما أما أنا ما أنا ما أنا ما أما أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما أما أنا ما أنا ما أنا ما أما أنا ما أنا ما أنا ما أنا ما أما 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 أنا ما أنا ما يا الوهي جرة منا إزر ما تتبات، دخباجي قاعد يستنى تحل ومتواط، يضرب فيهم منا ومنا دار فيهم شماط، هاو اللي يشوفه يهوي لأمه ما يروحش ناجي. الخمسة يلحقوا بالجرة وملك الموت يراجي، لحقوا مولا العرك المر المشهور الدخباجي. دخباجي إجا سلايك مانديلا وبلادي سلاند أوف ليبرتا. Wow 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 wow
أمان 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 يا ربي أمان 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 كيلين يتحلى فيهم بحلالة وتلاقى قال البلاقى أنا محيهم لمعايا بندقى تقديش يرجع فيهم كي وزعنا من أول ما يكفز أحمد فرد الله ما نحب نسمع أكثر لا مو هذه اش تولي مثلا بس نجيك توا تخيل توا هذه هي بيدا شنيا قال أب سلام Don't give up the fight. Get up and stand up, yeah. Stand up for your right. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth, yeah. I know. I don't know what life is really. باقي بس نرجع لسؤالي الاولاني لحنت لتصبر رباعي ما تبكيش تسمع إيه حكي عندها فاشل سنين مازال السؤال يا احمد غنيت له ما تبكيش لو كان غنيتها يا احمد هاي الابروش متاعي ركز معايا لو كان غنيتها ما تنجمش تنجح بها كيما نجح بها صبر رباعي ايش نعمل هو اسمه صبر رباعي اسمه كبير على مستوى العالم العربي ايه معناتها حبيت نقول معناتها انت توا فما الحان انا كريت صبري غنيها نجح بها كما غنيتها انا ما تنجحش هذاك هو معناتك الكوتي ملحن وميلودي خليه يمشي الناس اخرين فوالا يمشي الناس اخرين اي بيان سور ما فما حاجه اخرى كوتي شدت ثنيه الغناء احمد كيفاش؟ شدت في ثنيه الغناء يا ودي كي ما نغنيش نموت كي الحوته تخرجها من الماش نعمل ما تنجمش ما تغنيش احمد نموت انا خوتك توا الحكايه اللي مخلقتني في يدي خاطر قعدت فتره ما نعزفش نبدا هكا مباهم قاعد هكا ما فهمت ما يفوك تي شونت الشوفور يسوق الكاسكروتيجي قلق اي معناتها انا يفوق معناتها احمد عندك موقف من زوز انواع وانماط موسيقيه يحبهم الشعب التونسي موقف معناتها شنو معناتها فلوس الناس تتفرج ارقام فلوس دولاب معناتها داير احمد دولاب يدور الراب ما له الراب رغم انك قلت انه انت اول ما غنى الراب في تونس يا اخي خمسه لا فازوا خمسة فوق حسنا مش هذيك الراب لا مش هذيك هو الستركتور نتاع الراب مش هذيك الراب عليه عايش خويا مش هذيك فازوا خمسة فوق حسنا من عسكر مطماطة وقالوا هاي جرة منا ازرب ماتت باتا الدغباجي هذاك الراب طيب هذا راب مي سي كوا سا سي تي تعرف شنو الراب سا تو تونس الكل ما عندهمش فكرة شنو الراب تعرف شنو الراب انت كي تمشي تشري شوية جبن تقول له رابي تعرف مقصوص تعرفش عليه مقصوص الراب انك تشد كلام تقوله بطريقة جديدة يا تبا تا تي بي تي تا تي تي تا تق وسيلة هذا راب نحكي لك على التكسيره الموسيقيه يا اخي الراب توا سامحني يلعب في الاسبيرونس هو تي ماو سي اون اكسبريسيون ميوزيكال اما نحب نقول انت ما تجبدش للاسبيرونس هيك كلوب افريكان لا لا عليه معناتها الراب راهي وسيله للتعبير اذا نقول لك للناس للصغار للكبار اتسيتيرا في بلاد في بلاد عربيه افريقيه مغربيه كي تجيب لي انت الراب هذايا توا سامحني انا كي جيت غنيت ما غنيت مع واده خل نغني احمد بجهر بي خل نغني ليه كي تستني معناتها لا 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 يزينا من الكلام باش نغني ليه معناتها كي انا نجاوب معناتها يكون عندك انت رحابه الصدر والعباد يتفرجوا باش شو معناتها شعب كامل يزينا من كونسومي دو راب شكون اللي قاعد شكون اللي قاعد يعمل في راب في تونس لو سمحت يا خالة ما تسمعنيش انا راجع لك تو انا راجع لك باهي انت شد صحيح تحت ليه اعطيني راب لا لا هاي سيدي شنو وليت ماشي براد فير استنى ماشي براد فير اعطيني راب اعطيني جمله نتاع موزيكا يا دقيقة تتشد في الودن ونشيخ بها انا مش مشكلة ماني فنان انا استاذ نتاع موزيكا شنو بلطي ما يشدش يا اخي مانيش نبت في الاسماء ساعات سماره ما يشدش علاء ما يشدش سان فارا ما يشدش شبيهم هذوما نوردو ما يشدش شبيهم هذوما شنو تو هذوما يعملوا في الراب اما شنو لا اله الا الله أنا قلت لك أنا قلت لك لا إله إلا الله يعملوا في شنو؟ أنا قلت لك لا إله إلا الله يودي طلع على خرطاج أنا قلت لك لا إله إلا الله قال محمد رسول الله كاو خليني يودي بلطي في موازين يا ولدي أنا قلت لك تحكي على الراب الراب يا خويا برا تحكي على الراب يا خويا برا جيب الناس يفهموا أكثر مني في الراب وعملوا ديسكور الشعب هذا يقولوا لهم أنا كنت تسمعوا في إسماعيل الحطاب وفي ليدي جويني وفي نعمة وفي عليا وفي هذاكم الكل عصر ليه ما جابوا لكم حكاية هكا اسمها راب شوف شنو هو الديفينيسيون تاع راب وكيفاش يكون ينفع البلاد هذيا سامحني الفن يا الفن اي تي بشوي خلينا ميسالش ميسالش اش بك كليتني بالكلام تو معقول بشهر ربي تكتب فيديو تكتب على فيديو في صعود سمارة على قرطاج
وقتاش هذا؟ ما جاب كان ذلها اخي انا كتبته. لا 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 جميل. بالك لا ما تركبها ليش لا لا سمارها لا سمارها. لا لا ايش اقول لك؟ ايش سيدي ايش يقول فيه؟ ايش تقول؟ مانيش راه في كتيبه. هذا فيسبوك مش فيسبوك يا راه. شنو هذا؟ هادي هذا فيسبوكك مش بتاعي. لا على العركة نحكي أنا. ألو. لا فما عركة وشرطوات وبوليزية وباب الشبير. مكتوب فيه استنى. عليه 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 عليه. استنى. عركة وبوليزية. لا لا نحكي على العركة. لا 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 أحمد الفن. الفن. لا خلينا نتكلم يا أحمد. لا يا عزيز. لا. الفن ما عندوش علاقة بالعمر. أحمد خلينا سؤالي. أم كلثوم أحضر لها جمال عبد الناصر. أقعد أتكلم حتى نتكلم. تفضل. فتكل شنو هو باش تعمل بوليميك بيانا معناتها بوليميك شنو مالا شنو هذاك عندي 30 سنه في الخدمه هذه لا مالا شنو احساس بالذل والخزي والعار شنو هو دقيقه خلينا نتكلم تفضل قول اش بيك وين نجبد الموضوع هذا لا قول شنو معناتها تو شعب كامل اللي يستعمل في الراب وسامحني يا ودي خلينا نتكلم وضاربين ديار بالمليارات تحب تركب بيانا معناتها يا ربي يقولوا له خلينا نتكلم تفضل تفضل خلينا نتكلم تفضل اش قال في الستاتيو الخزي والذل والعار ما عندوش علاقة والدمار زيدها والدمار والدمار أيوة. شنو أي. أنقذوا البلاد من هذا ما عندوش الدمار. علاقة هذا أنت كتبته ولا أنا أي على شنو يا ولدي هذا أنت كتبته على شنية كتبته في حزب لطيف كتبته ما صار عارك وعم في قيسوة الصعب الشعب يسالك في العنف يا ودي الفن بشي فرد الشعب عايش خويا كتبته شنو العنف هذايا لا أريتيه فما عنف متعدي الكلام ده نقري فيه مانا ولولدك والخوك والعمك علاش نحن البلاد محلاها الماضي نتاعنا فلتنا فيه والمستقبل فلو باسم الفن تخدموا بعبيد هكا مي سي با سا شكون يخدموا لا لا معناتها سامحني فما على شنو كتبتوا انت فما ميساج غلط على العركه فما عركه وبوليسيه تجري وسيرسان ما يجيش هذا عادي في اي لا ما فماش عادي عادي في المعادي ما يجيش في الفن حاجه راقيه يا ودي تصير حتى في لا لا يا الاولاد لا لا حضرتوا نار في عربون وكلاتوا بعضها لا يا يا الاولاد ولا لا يا الاولاد ولا البنات الفن تعبيره راقيه للناس خاطر العباد قالقه وسريسي يلقى جمله نتاع موزيكا ولا حاجه باش يتفرد بها كان تولي انا من الفن نعمل عنف صليت على محمد باه يا سيدي مواقفك من الفنانين انت علاش جبت لي هذوما ساعه معناتها انا حر لا انا لا انا ماخذ مواقف انا كتبته لا انا ماخذ مواقف من الكبارات اللي يغنيو معناتها على المواقف خاطر هما عندهم بوفوار هاني جاي من الكبارات تحب على الكبارات هذوما مش كبارات اللي كنا نحكيو عليه كي زابي عليه عاد لا ما نزابيش ما قلت تكبش انت انا ما كبش انت علاش زابي شنو اللي قلت انا تو نحكيو على فينومين فينومين معناتها الشخص هذاك فينومين ما مثلش اغنيه تونسيه رياحي مثل الاغنيه التونسيه جويني الكبارات المعلمه اللي تعلم هي قهوة تلعب في الواحد النوع الثاني اللي عندك منهم موقف هو المزود جميل وقلت المزود مش نتاعك اه معايا لا نتاعنا المزود اجا نقول لك المزود موجود في ليبيا وفي الاردن وفي الجزائر وفي العالم الكل مي نحنا نستهلكوا برشا مزود، المزود كي تقعد للصباح تارارن تارارن تيرير ما يغ... لا انت... تلليل اي تلليل هذيك محلية ترونسبو كي تعمل انت نمدا احلى انت تعمل الريتم والعباد تقوم تشطح سو كي في شونتي ولا دونسي العباد موش المزود الريتم افهموا شنو الريتم؟ الريتم هو اللي شطح في العباد مش المزود شو مشكلتك انت خلص تو انا نقول لك كلم فيك نفسر لك تقول لي عندك مشكله سامحني نحي المزود نحي المزو يميتي الغالية يميتي الغالية بربيات يميتي الغالية خا غنيها بلا مزو تشوف ما بنها وغنيها هادي جا برشا مطربين لا لا ما عنديش مشكلة وينو الميكرو دق 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 شي مشكلة بربي تصور أحمد الماجري باش يغني دقيقة أحمد خلينا نتكلم يغنيها صديقي وخويا سمير تفضل يا علي تفضل تفضل ما كانش ما نحطش الميكرو بما انك جبت الميكرو تفضل تصور انتم أحمد الماجري وانا نقد له في الميكرو باش يغني يميمتي الغالية باش يغنيها بالريقي نتاعو ايه تصوروا راهي فرجة الله يرحم الله يرحم ميمتي ويرحم ام سمير والغنية هذه غنيوها برشا مطربين مع الفرقة سيدي باش نقول حاجة لي في مقام الرسم اعطينا يميمتي الغالية معناتها يميمتي الغالية يلا ما نشوفش نغني يا برا امان امان يميمتي الغالية يا عين من عيني يميمتي الغالية يا عين من عيني
سمير لوسيف حاضر. عليه قوم يبوسني خويا هذاك. غنيتها بكذا خويا من روحك. لا حبيت نقول لك عليه هي الاغنيه في مقام الرسم. اي اي كي تتغنى تعملت بالمزو ذاك كي تغنى بالانسترومون معناتها بالالات. تعطي حاجه اخرى. هذا هو هذاك باش نفسر علاش انا قلت المزو معناتها ما هو العباد يزولك تفسيرك انت باش يغلطوا به العباد. كي تعدى بحذاك انا تو عامل باساج. سي فري انه انت كبرت بيا واستدعيتني وباش نحكيو على العرض والدنيا الكل، لكن انا ما يساعدنيش زاد انا مثلا ولدي في عمر عرس باش يعرس في الشهر هذايا نجي نلقى انا متعدي في التلفزه والاخر يسب فيا. ما تعادش تسب فيا انت معناتها ما فهمتكش معناتها انت توا باش تعدي انا باساج في التلفزه كي تقول انت راه احمد المزود قال مش نتاعنا العباد تولي تسب فيك. مش هذاك الكلام مش هذاك القصد. كي نحكي على الراب نحكي على راب نحبه فن راقي. اي توضح انت اي يعني نوضح معناتها كي توضح يعملوا لك هكا زاد صدام شدوه قتلوه نهار العيد صدام حسين أي. اللي قبل كان يمشي يخدم عامين يسوق في سمير ومورك يجيبني بلاص شدوه قتلونا نار العيد قمنا نلقاه صدام مذبوح. هي هذيك مش جرح هكا مش ضربه بلاص. حميدو يزينا من الكلام نمشي مباشره مع فرقه سفيان السياله محمد المجري في هذه الوصله الموسيقيه. اسحب البارود والكرابين اسحب البارود اسحب البارود اسحب البارود والكرابين يلا ويلا يلا ويلا يلا ويلا 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 يلا ويلا يلا ويلا يلا ويلا يلا ويلا ويلا مشي الباريس او مشي الباريس او رايحة باريس بلا باسبور ولا دوليس رايحة لهالباريس او رايحة باريس يا ورايحة لباريس بلا باسبور ولا دوليس يا جيلالي يا جيلالي يا جيلالي روف بحالي يا جيلالي يا جيلالي يا جيلالي اليوم سحبت اليوم وسقى معدومة سحبت
في اليوم وسحب في اليوم سحب في اليوم وسقى معدومة يسحب البارود يسحب البارود يسحب البارود والقرابيلة يسحب البارود يسحب البارود يسحب البارود والقرابيلة البارود اصحاب البارود والكرابيلة اصحاب البارود يا اصحاب البارود يا اصحاب البارود والكرابيلة يا شلالي يا شلالي يا شلالي روف بحالي يا شلالي يا شلالي يا شلالي روف بحالي يا شلالي يا شلالي يا شلالي روف بحالي روف بحالي روف بحالي روف بحالي علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة ولسه ياما 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 ولسه ياما ولسه ياما في عمرنا علي صوتك علي صوتك بالغنى صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا 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 انكسار ولا 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 انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا ارقص ارقص غصب عني غصب عني غصب عني ارقص ينشبك حلمك في حلمي غصب عني غصب عني غصب عني ارقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه ممكنه لسه الاغاني ممكنه ممكنه لسه الاغاني ممكنه أبرز المستجدات والأخبار عبر وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. جبتها معي نسمع يعملوا هك احنا في تونس نعملوا هك وبا ديريكت. مرحبا بكم الناس الكل في فقره تراندينغ به باش نبدا بفيديو الحق نتاع ربي. انا اقول ما تفرجت فيه مش في بالي لان مانيش موجوده في تونس. رده فعل مواطن على امني يخلط عليه بموتور كبيره. شوفوا رده فعل مواطن وهو يسوق في الكهرباء في تونس. اقفل اقفل مش عارف شيء اقفل اضرب الكهرباء
دونك كما شفت عليه ان نتصور انه يعني الامني ما يوصل يخلط على مواطن يسوق في الكهرباء بموتوره كيكا لما تكون المخالفه كبيره عملها خلف جسيمه اكيد اي وهو هوك عملها حتى هو بعد ما خالف كمل طلع فوق الميدان شفت البوليس يشد فيه وهو باقي شفت لا دوبا تفرجت في الفيديو الحق نتاع قعدت نسمع ونعاود بالتونسي يحكي ومش بالتونسي هكا في تونس معناها دونك بالحق حاجه كيما هكايا قعدت دعوه الى مستعمل الطريق لازم يمتثلوا انه الامتثال الى اشارات قواعد المرور هذا من ناحيه اذا كان تجاوزت معناتها اذا كان عون المرور قال لك ايقف سيقف معناتها راك تشكل خطر صحيح على الناس وعلى المارة معناتها جوستومون باهي في حديثنا على الدفيز وتدخيل العمله لتونس من معناها قبل السياح ولا حتى مواطنينا بالخارج العميد بالديوانة التونسيه مدنا باخر التطورات والا اخر القوانين المستجده في تدخيل العمله بأم بغايف هكايا باش نوضح لكم تفرجوا مع بعضنا في الفيديو. لوبليغاسيون دو ديكلاراسيون وقتاش؟ اذا كانك باش تجيب اكثر من 20,000 دينار تونسي دونك نقولوا ليكيفالور تاع 6,000 وروف وما فوق يلزمك تصرح وتصرح قبل ما عاون الديوان يبدا يفتش راه مش بعد ما يفتش ويكشفهم عندك تقولوا لا والله نسيت ما صرحتش به تمشي في محضر ويتحجزوا يتحجزوا خاطرك ما صرحتش دونك من الاول صرح كون راه عندي عمله نحب نصرح بها هذه لوبليغاسيون الاولى الحاجه الثانيه اذا كانك انت ناوي باش تصب الفلوس هذيك في حساب بنكي بالعمله الصعبه دونك يلزمك تصرح خاطر كي باش تمشي للبنك حتى اقل من 20,000 دينار حتى 1000 دينار حتى 1000 اورو خاطر اذا كان انت باش تصب المبلغ هذاك في الحساب البنكي العون في البنك باش يقول لك اعطيني ما يفيد اللي انت جبت من الخارج دونك يلزم تستظهر بالتصريح الحاجه الثالثه اذا كان وقت انت باش ترجع للخارج باش تعاود ترجع معاك اكثر من 5,000 دينار تونسي معناها حكايه 1500 اورو 1800 اورو ليكيفالور تاع 5,000 دينار باش ترجعها معاك كي ترجع للخارج دونك يلزم تكون صرحت عند الدخول هذه راهي مهمه برشا خاطر برشا وخيانا مواطنين بالخارج كي يجي مروح يبدا مرجع معاه مثلا 3,000 اورو يقول لك هذوما فضلوا لي 3,000 اورو 5,000 اورو يقول لك هذوما فضلوا لي انا جبتهم معايا جبتهم معاك اعطيني تصريح الدخول ما عندوش تصريح الدخول راهم يتحجزوا قل لك انا كنسرح بالديوانه بلكش عندي ما نخلص عليهم يعني يخلص حتى شيء مجانيه العمليه خلص حتى شيء وما نقول لكش راني من وين جبتهم وعلى جبتهم وتفضل جيب فلوسك وادخل لتونس هكا ولا بالعكس احنا نرحبوا بهم احنا ماذا بينا يدخلونا العمله دونك فوالا علي اي مهم جدا لانه عاده التصريح بالخارج باش تبدا تو بيانتو جوا وهي ما فيها بيس راهو التصريح صعب لش فلوس اي يا ودي كي تصرح وتقول راني جبت والا خارج فلوس راهو ما يعرضكش للمسائله معناتها التصريح ثم تصريح كسوة دخل فلوس لتونس وإلا حتى الفلوس اللي فضلوا لك باش تعاود ترجع للبلاصة اللي أنت مقيم فيها مهما كانت البلاد زادة كيف كيف لازمك تصرح باش الفلوس ما تتحجزش حاجة أخرى وراو الناس اللي تسافر سواء مواطنين بالخارج ولا كذا من غير واحد يتربث قدام الديوانه ولا يدخل بعض يشدوا التراك يشدوا التراك في قبيله كان عندك في يخزر لك من عينيك يطلع اش عندك في جيبك وش ما عندك دونك صرح افضل من انك ما تصرح جوستومون دونك هذايا بالنسبه للدوفيز وبالنسبه لموضوع اخر عليه اللي هو الافسير وما ادراك ما الافسير دونك الكراهب والنون تي ودرا شنو دونك نشوفوا مع بعضنا كيف كيف العميد بالديوانه التونسيه اعطى مجموعه من الايضاحات في النقطه هذه الديار القديمة راهو ما تبدل فيها حتى شيء، تجيبوا كراهبكم وتخلصوا كراهبكم كان تحب سيارتك تقعد تونسية، تخلص 25% من الأداءات والمعاليم والسيارة بتاعك خاطر ماتريكول تونسي، سي خرجت كارت غريس تونسية، معناها تنجم تخلصها اليوم وغدوة تمشي تبيع على روحك، ما عندك حتى مشكل. إذا كان ما تحبش تخلص 25%، ما تحبش تخلص ديوانة الجملة، كرهبتك باش تخرج ترقيم نون تاء.
نظام توقيفي. هكا تولي سيارتك ما تنجمش تبيعها الا ما تخلص 100% من الاداءات والمعاليم. هذه زاد راهي مهم. برشا مواطنين ماشي في باله يعمل المره الاولى نون تي وبعد خطر له بعد شهر بعد شهرين بعد عام يقول لك لا فك علي انا ما نحبش النون تي نحب نرجعها التونسي. راه كي ترجعها التونسي تخلص 100% ما عادش تخلص 25%. كان تعرف روحك باش تكسبها مدى الحياه دونك تعملها النون تي وما تخلصش ديوان. كان تعرف روحك راك بعد باش تبيع ولا باش تعطيها لواحد من اصحابك يسوقها والا كذا ولا عائلتك اعمل سياره تونسيه وخلص 25% بعد بربيع على روحك. احنا راهو ما نتصرفوا حتى شيء بصفه يدويه. راهو المعلومات في الكارت غريز المعلومات في الكارت غريز نصبوهم في المنظومه المعلوماتيه المنظومه تخرج لك السياره ذيك قداش تخلص هاو قداش تخلص كهو حتى شيء ما نعملوها احنا وحدنا. راهو نفس الجديده هذه بتاع كل 10 سنين عنده الحق في اف سي ار كيف كيف دونك القانون تعدى وسيء مازالت كالاوامر الترتيبيه والاوامر الترتيبيه معناها برسك مشيت اشواط كبيره برشا وبرسك كملت هي تو على ذمه الهياكل المختصه باش يتم امضاؤها ونشرها. دونك حسب ما فهمت انه معمول به قانون الاف سي ار كما كان لا مش معمول به قانون الاف سي ار هو واضح السيد العلي يعطي الصحه يعطي الصحه بسطها على الاخر بسطها يودي كان تجيب هكا راك تخلص هكا كان تعمل هكا راك تعمل هكا وكان تقد هكا راك تعمل هكا مساله واضحه لا لبس فيها. هذه اقل المعلومات وعوده ميمونه لكل مهاجرين التونسيين مواطنينا بالخارج الى ارض الوطن ان شاء الله عوده ميمونه. ميرسي بوكو هدي ترحيب يعطيك الصحه عليها ميرسي. تو زوجتك احمد تتغنى في العروسات وفي الافراح يطلبوك على صدعك شوف جرب على صدعك يا ودي كي نضحك على الملايكه تضحك لا 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 ولا على السرير اللي فيا اللهم الملايكه تضحك في بلاصتك اي تو انت ما تعرفش شكلك كيما ضحكت انت ما انا وياك ما طابخينه مع بعضنا عليه اي فاهم انا فاهم اللعبه معناتها انا راني انا تضحك والله العظيم يا ابو ضربيه باش يلحن لي غنيه والله نحب نسالك غنيه تلحن يا اخي مش ماك العام ريت نهبش فيك من قبيله انت يا اخو واحد تغني البيتي في تونس صح اي على لا تعود على لا 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 باش نقوم انا يا ولدي لا مش على لا تعود بربي بربي اعطيها على لا تعود انا في خاطري انا يا ولدي لا بربي بربي يا حفيد من هنا ما تجي عليك علي اقوى واحد يغني بيتي سول سول بيتي سول فهمت قلت لك راه حبيب قلبي يا ولدي اقعد يا احمد عليك اي على لا تعود اجا بحذاه اجا بحذاه هاي برا شوية برا برشا برشا هاي حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى تطالع لقد فنيت روحي عليك صبابة فما أنت يا روح العزيزة الزارة يسي لنفك لبلاس على تعود على راني كي نحب نغني راني نغني ريت خرجت كراسة الجول ما شفتك والله ما شفتك انا الغنيه ودي ودعته عنده من 25 سنه اما جاوبتني على ما جاوبتنيش على عروسات شنيا يطلبوك في العروسات بيان سور ولا بيان سور انا كي نمشي نغني في عواد اش تغني له شنو في عواد اش تغني له يما لك مردوني تتقن بزيني بزيني يما لك مردوني كنت تقولوا علاش لك مردوني علاش يا زمان علاش ويما لك مردوني مع رزق رمب البيت لان الرومي علاش يا زمان علاش جاه رب
يا متعاهدي الحفلات، يا رياض بودينا، يا سفيان السياله، يا تحفه سميوني الفرق الاخرين، يا الهين، يا هيثم الهين، يا الكل. راهو عندنا صويه تونسي واللي إيه إيه معناتها صوته حلو والحانه حلوه، راهو يخدم السيد في العروسات، خاطر ما ريتش عمري ما ريت فارسه. ما وين ما جابت روحي، يعني قلت تفرغت جابت روحي، كلم بديت كلمه بس على عملوا ما بيش. ما عمرش خدموك حمد؟ اي بليز اوموا. عليه؟ ها؟ لا برجولي عليه. لا يعرفوا لي انا فنان. اي علاش ما يخدموش؟ ريت الاشخاص اللي ذكرتهم ولا يهز تليفون ويقول لك راك جرون وسبحان الله وبطل العالم والدنيا الكل. ما يخدمكش. ومن بعد شي عربونيكس ما يكلمكش معناتها ما فهمتش علاش معناتها. سفيان السيال ها يا سفيان. يا سفيان. سفيان اخوي. هاو احمد تبارك الله عليه. ايه يخدم معك علاش لا؟ هاكا قال لك عندك السيف الكل كومبلي صحيح من قصرين واحد يا سامحني تو تفاد لك هشام نقاتي عمروش خذاها فرانك من وزاره الثقافه تبارك الله عامل رزق ومحليه وكبير وماشي ويصغار ويعمل في السبور باش بالعروسات حاسدو؟ لا مش لا عليه خلينا نضحكوا عليه خلينا علينا نضحكوا تحسب لا فما فنانين فهموا من اين يؤكل الكتف تو ما فهمت انت من اين يؤكل الكتف انا مريض بالثقافه اخويا مريض على غالب لاباس حمد ماتريال ماديا لاباس لا شو معناتها لاباس؟ ما عندك فلوس؟ نحكي بالصيني انا شو معناتها لاباس؟ عندك فلوس عندك لا ما عنديش لاباس ولا الحمد لله على صحتي ما عنديش فلوس تحكي بجد لا ولا ما عملت فلوس من الفن بكل لا انا توا سامحني لي زالبوم اللي صرفت عليه في السنغال ومع لي ميوزيسيان تاع شيخ خالد ومصر تقريبا 250 مليون تقول انت مهبول برا شري بهم دار لاولادك ايش شري بهم دار لاولادك ولا غالب ولا غالب تبع في الفن نتبع في الفن ولا غالب مريض مريض بالفن اي ربي يشفيني ان شاء الله ربي يسامحني يقول لي الفلوس هذاكم منين جبتهم كيفاش دخلت تبع بهم روحك قاعد تصرف فيهم على الموسيقى تو تون كرويون تو تون كرويون انه باش يجي نهار ان شاء الله ربي يحل خاطر انا مشكلتي ان شاء الله ربي يحلها فلوس مش مشكلتي مش فلوس علي لا لا ما لو كان جاي احمد يخمم في الفلوس انا بصور انت تو سي تري بيان لا فهمت عندي تصويره نحب نوريها لك احمد ونحب نحل معاك موضوع ما تبداش تخزر لي هكا اسمع التصويره نتاع بابا هذيك هو في الورديه بالفلاح وقتها نو علاش تحكم على النوايا؟ لا ما عاد في بالي التصويره هذيك علاش تحكم على النوايا؟ بعثت ليكيب نتاع يا ولدي ليه عندي تصويره اخرى تفضل تصويره تصور يلا اعطيني التصوير في وقت من الاوقات احمد كنت اشوفك في التلفزه تحكي كان على اخوك تو هذه انت قلتها باي بس انت قلت حسبني مهبول فماشي فنان في تونس مثلا اي فنان كيفي انا معروف وعنده اخوه دكتور ولا شيخ ما هو انا برك اه انا برك انت بركة ايش؟ امين عنده اخوه شيخ صابر عنده شو انا بركة انا احمد الماجري عنده اخوه الدكتور والشيخ خميس الماجري اي طبعا اي شو المشكلة؟ بعد ما ذهب ابن علي رحمه الله رحمة واسعة اي شدوها كل لبنى كل علكة يجيبوني انا والله اخوك يجيبوا هو والله اخوك والله انت نحن اخوات هو رضاع من سامحني ثدي امي اليمين بالكشي انا مقوش سامحني الله يرحمني في العبارة اي لكن هو اخويا وما نحيش خشمي من وجهي أي. هو دكتور في دومين ودين ومليان وتسيتيرا في كل مره على السلامه تجي في التلفزه والله اخوك والله اخوك شو المشكل اخي اخوك اخي شو المشكل سامحني عندي خويا الكتريسي عمرهم ما جبدوا لي عليه مثلا ما خاطر مش معروف اي كيفاش معناتها شو الضريبه انه انا معروف لا حاجه باخوك اي العلام قاعد يشعل في النار هو اخويا نتقابل انا وياه خوك شعل في النار مي بيان سور تو التصوير هذيك حتى انا تو هذاك مش خويا اخويا هذاك وتاج راسي انا ما شعلتش النار وخو توانسة الكل هذاك اخو توانسه الكل خونا انا هذاك 24 سنه في باريس سؤالي مش هذا علاه 24 سنه في باريس هذاك اللي صار فيه انا سؤالي هو العائله في حياه احمد الماجري العائله شنو معناتها؟ العائله الخو العائله هذيك صفاء بنتي تخدم في وزاره الماليه في فوالا هذا هو سؤالي فرح على قريب ان شاء الله بعد فرح خوها ويظل هذيك في فرح ولا في لما تقابلنا هكا فما فهمت علاش عديت التصويره؟ فما اون جوا معاك بنتك ديجا سي معدي لك تصوير تخوف سي لا جوا فاميليال بيان سور هذا هو ما سمعت حتى شيخ الخايب فما انت نعرف تحب خميس وتحترمه خميس حبايش انا يعجبني فهمت احترمه وقدره برشا معناتها بالعكس حبيت كنت صغار كنت قراب احمد بيان سور ولتوا قراب لتوا قراب ولتوا قراب بيان سور معناتها توا انت سامحني ميساج حتى للناس اللي يتفرجوا فينا انت امك ميته خاطر يقول لك اللي
ماتت امه تهد فمه. أي. وفما برشا كي تموت الام البو ما يصيرش الله يرحمه. يقعد الخول كبير. لا كي تموت الام يتفرتوا العائله ويحبوا الخو هو اللي يلم. اي دونك معناتها سامحني كلمة حبة هذيك امك ميته كي تقابل خوك ولا اختك صله الرحم يزيدها. راهو هذيك توصل تقول حتى الام ميته عند ربي تقول شوف ولادي باقي يحبوني ويتزموا صله الرحم. هذا اللي ما عادش موجود في المجتمعات العربيه. عندك كهرباء من الخمام مثلا عندك عندك جيالا ولا عندك ما نعرفش بارش ولا عندك لا لا با دي تو ما عندكش؟ لا لا عندي سيارة عادية عملت حادثة بالأخرى بنتي خذيت قرض باش أنا خذيت كهرباء جديدة ربي يبارك لها باش تكون موجود عندك دار ملك؟ لا ما عنديش عندي دار بابا في الوردية وتفكت الله يرحم اللي شكون خذاها أنا ما عنديش دار وإن شاء الله نموت ما عنديش دار بجدك حمد والله العزيز والقرآن والقرآن وربي هاني على هواه يا راح خاطر تدخل في انا راني نسال بالعاني ما انا نعرف هذاك علاش لا جي با دي ميزون بالحق كاري احمد معناتها انا مانيش سي مالورو علاش يا اخي القلال مات ما عندوش دار 500 الف فنان القلعي مات ما عندوش دار ليه علاه؟ هي ما ماهوش ربي لا هذاك ما عاشوا للفن انا نحس في روحي عشت للفن ان شاء الله ربي يحسن خواتمنا فهمت؟ لا لا باس نعرف ان شاء الله خاطر شو كنت خونك صحة بدنك هذاك هو اما كهرباء ودار وعسلامه ان شاء الله ربي ما مهمين في حياه فنان والناس اللي تحبك لا سامحني انا حتى قبيله كي قلت ما تسالوش عليا نعرف اللي الناس تحبني وتحترمني لا وتقدرني فهمت لا. فما حكايه لكن معناتها باش تعارك الزمان تقول له يا ربي انا ما عملتش دار في العمر هذه خليني نعمل دار وتعمل دار وتمرض عليه وتاخذ قرض وتبيت وتغزل وندرى شنو هي نهار الدار مش تخلص انت تلقى روحك حتوقفك دونك ان شاء الله لا في بال الحمد لله به نمشي ولل للاستراحة غنية أخرى نمشي تغني لنا تو طيب شنو نغني موزيكا نتاعي يا غزالي النوم يا حلالي وأنا بعيد عليك مع فرقة سفيان السيال الفنان القدير أحمد الماجري destin je parie sur ton destin je parie Je t'aime malgré moi, quoi qu'il en soit. Yeah. Je t'aime malgré toi, quoi qu'il en soit. Sur ton destin je parie, sur mon destin je parie, sur ton destin je parie, sur mon destin je parie.
منهم ما يحلالي وانا بعيد علي وانا بعيد علي في بالي انت عزيز وغالي قل لي وقتاش نجي قل لي وقتاش نجي viens dans mes rêves viens dans ma vie viens dans mes rêves viens dans ma vie sur mon destin je parie sur ton destin je parie sur mon destin je parie sur ton destin je parie Je t'aime malgré moi, quoi qu'il en soit. Je t'aime malgré moi, quoi qu'il en soit. Sur mon destin je parie, sur ton destin je parie, sur mon destin je parie, sur ton destin je parie. احمد اش فما جديد بعد عرض طمطام اللي تعدى؟ اش عندك جديد احمد؟
سمعت حاجات عندك مصر السنغال شو عندك بالضبط؟ الالبوم تاع السنغال ان شاء الله نقرر الوقت باش نخرجوا نعمل كونفرنس دو بريس خاطر تعبت عليه ثلاثة مرات نمشي للسنغال اللي هي تجربة غريبة انه خاطر الفنان يمشي للشرق وتسيتيرا انت مشيت لافريقيا مشيت لافريقيا اللي هي لو بيرسو دو لومانيتي ولقيت عالم نلوج عليه انا وماذا بيا نشارك التوانسة والفنان الكل في التجربة هذيك اللي بنينا اللي عملتها فهمت صورت كليب معناتها تجربة ما نقولش انا بطل العالم ولا عملت حاجة عجيبة لكن سي تون اكسبيريونس بالنسبه لي انا خاطر العباد تمشي هكا وانا مشيت هكا مصر مصر والله بروشين مون ان شاء الله باش تجي التيمه اللي انا عامله معاهم كونترات وخاطر عامل ان البوم فيه 8 اغاني انما حاجه قالش الراجل مزيانه برشا تير بال 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 بالفن بيا انا كاسم احمد المجري حلق بعيدا اي موزيكا والتوزيع حاجه لشين مونديال فهمت وان شاء الله ان شاء الله بتتر علاش لا واحد يمشي يستقر شويه في مصر بعد خروج الالبوم خاطر هما يحبوا يجيو يصوروا في تونس المناظر اللي فما في تونس لا المناظر اللي فما في تونس ماهيش موجوده اون بلوس ساكوت موان شير كو في مصر ساكوت موان شير كيما في مصر فما مناظر معناتها اوني اون تران دو فهمت باهي احمد انا فرحان برشا اني استضفتك الليله خلي لي خويا يعيشك وتعتبر الباب محلول لك انت باب استوديو هذا راه مفتوح لك في اي خليك وقت خليك خليك لي زانفيتي نتاعك كل تجيبهم تو لي مي اون فالور فهمت وهذا حق وانا وياك دوري زاد احمد اسمع وهذاك دوري وكي تبدا عندك حاجه جديده تبع ثاني نعديها ان شاء الله ان شاء الله فهمت قلت لي الكليب اسمه فاشي فوشي فاشي فوشي وانا باش نودعك باش نخرج استراحه بطبيعه الحال ربي يخليك الكليب نتاعك يتعدى انت مكة جيت للعرض اي جيت للعرض ان شاء الله سي سي جيسبر اللي ياخذ لومبلور كيلفو ان شاء الله وان شاء الله نعملوا به دوره في المهرجانات خاطر انا ما خدمتوش لي انا خدمته بفلوس الشعب للشعب ان شاء الله ياخذ لي لون كيلفو باش سيدي احمد المجري كيقف سور سان يلقى ناس تتفق عليه تحيه كبيره للفنان القدير احمد المجري ميرسي C'est pour les gens qui osent pouvoir y voir à l'éternité. Fâché, fâché.
décrocher, vous dévivrez et ne rien rater. Fâchez, fâchez, fauchez, fauchez, cherchez, trouvez et ne rien laisser. Fâchez, fâchez, fauchez, fauchez. مشاهدينا الكرام مع اسال شريفه، هذه فقره تلفزيونيه قاره انا عملتها في هذا البرنامج، ونقول انا عملتها ومقتنع، واللي مش مقتنع اللي عنده شهوه يديرها في عشاه، اللي مش مقتنع بهذه ما يتفرجش، واثنين اللي نبر على الفقره هذه يمشي ما يعملش كيفها، والا شوف بعينيك ودبر راسك، معناتها تحب تتفرج ولا ما تحبش تتفرج. وكيقول اشهر روحانية في تونس والمغرب العربي، أنا حر في الكلام اللي نقوله، تفهم فيها، وأنا امرأة ضيفة عنا في تونس عندها من أصول مغربية، عندها 30 سنة لهنا في تونس. مرحبا بك شريف. أعيشك سي علاء، شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ صحة لاباس؟ أنا عندكم ضيفة في بلادكم. أي. أنا في تونس 30 عام، ولادي توانسة وراجلي تونسي، ونحب تونس طبعا، فهمتي، ونحب سيد الرئيس ويكثر خيره وبارك الله فيه طبعا. بالحق وفرنا راحة ووفرنا استقرار ويرحم والدي وبارك الله فيه، وهاد العباد هذه ما عرفش اش عملت لهم أنا، اش عملوا بالضبط هما؟ قاعدين يهبطوا، تما واحد قاعد يحكي عليه بلي أنا مشعويدة، ما نعرفش عليه أنا، باش نشكي به ونتابعه قانونيا، على خاطر قاعد يحكي انا مشعويده. فاش عودت له؟ وقتاش شافني انا مشعويده؟ تما واحد مهبط في موزايك يحكي عليا يقول راني انا مشعويده، انا باش نتابعه قانونيا. من حقك؟ على خاطر مهبطني يحكي عليا، ما يعرفنيش بالاسم واللقب. اي بالاسم ديالي بكل جابدني، انا باش نمشي نتوجه للقضاء وعندي ثقه في القضاء. وهذا من حق، فهمتي، تونس عندي فيها وليدات ووالده، وليداتي هنا في تونس، وليداتي كبروا في تونس. قالوا لي انت شاريه القنوات التلفزيه، شاريه التلفزيونيه. استنى نقول لك اش قال. قالوا شاريه البرامج نتاع تونسنا، وشاريه البرامج نتاع تلفزه تي في، والبرامج اللي تظهر فيها. نقول ايه هما قالوا؟ قل لي انت يا خويا علاء، تو انا نبيع في طريف عشاب، طريف بخورات، وطريف حاجات باش نشري قنوات، هذا كلام تو؟ هذا معقول؟ هذا علاش يحكيوا عليا هكا؟ اش بيني وبينهم انا؟ انت تخدم على روحك، عندك بتين دا وعندك انا عندي بتين دا اموري قانونيه، عيطوا لي باش نحكي، جيت للتلفزه علاش يحكيوا عليا؟ اش عملت لهم انا؟ وانا عيطت لك، عملت له حاجه تقدم شريف، انا عيطت لك في البرنامج هذا وعملت لك فقره اسمها اسال شريف، الناس يسالوا فيك، الناس جاية تسأل فيك، أنت تحب تستفسر على حاجة، تفهم فيه، بطلب من الناس، ربي مش بطلب مني أنا. ربي يهديهم وكهو، ربي يهديهم هاد العباد اللي ما نعرفش علاش تونس مسايبين شغالهم وشادين شغال العباد، مانيش عارف علاش. ما الناس لاهية ببعضها يا شريف. شنو هو اللي عملت لهم أنا؟ الناس لاهية ببعضها. باهي شريفة، أنت ما تتقلقش منه الكلام هذا. أنا مش متقلقة، ما تغيدك عبد ما تعمل له حتى شيء، ما يعرفكش يبدا يحكي لك في كلام ماهوش معقول عليه. ما تعرفنيش أنت، علاش تحكي علي؟ كان جيت تعرفني وعندك بيا خبرة وجيتي عندي ولا عملت لك حاجة صح. يمكن شريفة خاطر يشوفوا فيك تخدم برشا واسمك مسموع ومعروفة في تونس كاملة. زاد أنت شريفة. أنا نخدم في تونس عندي 30 عام، اللي جيت لتونس عندي 30 عام دابا في تونس، وكيقولوا ماشي مغربية، أنا مغربية بو على جد، ونعيش في تونس ونحب تونس ونحب تونس ونحب تونس. وطبعا إيه، ونعيش في تونس. بنتنا متاعنا معناتها. وحاجة أخرى اللي متقلق من حاجة أخرى، عندي جنسية مغربية والجنسية التونسية، تبارك الله، حتى الجنسية عملوها لي، نشكرهم وبارك الله فيهم. بالضبط. هي. ليه ودخلوك في هاو الإعلام فيش قاعد يعدي، وهاو مسيبين حرية التعبير وشادين في شريفة وشادين في كذا. أنا عاود نقول
بكل روح هكا رياضيه ودون التشنج، لان انا اصلا ما نتشنجش. علاش؟ هذه فقره تخصني انا وانا مقتنع بها، وننقل في تساؤلات الناس كيما عملت قبل سيرتك في بير، كيما عملت عندي ما نقول لك، عملت زادة كلام الليل، وفيه فقره اسمها اسئله شريف، اللي مش عاجبته ولا متقلق منها ما تعملهاش في برنامجك. شكون اللي ما يعملش الاعشاب؟ الناس الكل تعمل الاعشاب. كيف ما سوق في الاعشاب رقصه في الدوله؟ احنا في سوق البلاط، انا عندي رخصه، انا عندي رخصه نبيع في الاعشاب، والاعشاب هذه من البول الجد. شكون اللي ما يعملش الاعشاب؟ شكون اللي ما عندوش ما يعملش الاعشاب؟ نخلص في القباده اموري قانونيه، ما عنديش حتى مشكل مع حتى شيء. علاش انت تتنبر عليا وتقول لي مش عودة؟ وفاش عودت لك يا ولد عمي؟ اي والله غريبه، والله غريبه، مانيش عارف اش شعلينا فيهم. هيا برا خلينا نحكيو على الحسد والبغض. ها هاو لقينا موضوع الليله. لقينا موضوع. هو علاش العبد يحسد يا شريف؟ والله يحسد العبد، اجي نقول لك، هما عباد ما عندها ما تعمل، ما عندها ما تصنع، قاعدين يدروا في بعضهم، ربي يهديهم. والله علاش العبد يحسد؟ تحسدني علاش؟ يحسد. شعملت لك انا؟ على خاطر هو بارك ما يخدم في حتى شيء، يعس على غيره ويحسد غيره. كان جا عنده هو فشيت لها ما يشدش عبد قاعد يحكي في فقره عنده ما ينصح، ولا عنده ما يحكي. اش مدخلك فيا؟ فاش مقلقته؟ ما عملت له شيء، ما نعرفوش. عادي عادي شريف، عادي، حتى انت يغزر شريف راهو يتفرجوا فيك، راهو يتفرجوا فيك الناس برشا، يتفرجوا فيا، والعباد تحبني. وانا شريف راك تعمل 50,000 و100,000 و200,000. انا العباد تحبني والعباد تحب. انتم علاش عيطتوا لي؟ عيطتوا لي على نسبه المشاهده، على خاطر الناس طبعًا تتفرج. مع انا عيطت لك خاطر الناس يتفرجوا فيك. الناس تتفرج. ايه؟ انا نحكي في كلام معقول، لا دخلت لا في علم الغيب ولا في التشعويد، ولا احنا نحكي على الموجود اللي في تونس، وعلى العباد المساكن مرضى، على العباد المضرورين، على العباد اللي تضر العباد، على العباد. كيما هي برنامج اجتماعي، انا الفقره تاعي معاك هي فقره اجتماعيه. راه اي ما في حتى شيء، ما فيش حاجه اللي هو ينبر عليها. حالات تجيك والا يسالوك يحبوا يستفسروا، شنو هو دواه الحسد والبغض يا شيخ؟ والله العظيم شنو هو دواه؟ لا بالحق، بالحق غاب علي الكلام. انا بالحق، لا والله ما يغيبش عليك. انا ماذا بيا لعبت لها في رواحها، ونحبوا بعضنا ونحبوا تونس. تونس مزيانه ومحلاها تونس، بالحق بالحق تونس، والله نحبها. انا مغربيه ونحب تونس اكثر من في بلادك. شنو بيشي بلادك؟ انا كي نمشي للمغرب مثلا نقعد سيمانه ونجي، كي نجي لتونس في العيد نتفكرك قعدت 10 ايام، قلت نحب نروح. نحب نروح. علاش؟ على خاطرني انا كبرت هنا في تونس ونحبها تونس، وربي يهديهم. ربي يهدي الناس، ربي يهدي. هي ما شنو دواء الحسد؟ دواء الحسد ما عندوش الدواء. لا عنده دواء، والله عنده دواء. عنده والله. ما اجي نقول لك يا سي علاء، شوف، هو الحاسد غالبا يبدا فاضي شغل، يبدا ما عنده ما يعمل، بارك عجبتني بارك. هو بارك وينبر على العباد. هو كان جا عنده ما يعمل، ما عنده حتى غايه باش يجبدني. انا ما نجبد حتى واحد، وما نظلم حتى حد، وما نقرب لحتى حد. والله شاده بلايستي وقاعده الحمد لله. احنا استقرنا في تونس ونعيشوا في تونس والحمد لله فرحانين ولاباس، ما عندنا حتى مشكل. العباد تدخل لك وتبدا تعاير وتسب، علاش تعاير فيا؟ اش بيني وبينك؟ انا ما نعرفكش. هو هذا سر النجاح، كي يلقاو العبد ناجح يتكيو. هي يبدا يكتب عليه ويبدا يتكي فيه ويبدا يعمل تنبر عليا. انا مدخلني في اللي ما عندي حتى دخل فيه الموضوع، علاش تجبدني؟ لا وعلاش مشعوذه؟ اخي انت مشعوذه شريفه؟ لطف علي. حط علاقه بالمشعوذين؟ ما عندي حتى. لك عزامه ولك مشعوذ؟ يا مزي. انا قراني يخدم من الصباح لليل، تجيني تلقاني من الصباح لليل القران يخدم في داري. كان جيت مشعوذه ما نخدمش القران هكا ولا؟ بالفعل. ما نصليش، ما نحش، ما نمشيش للعمره، ما نمشيش. هذا عباد ما تخافش ربي قاعدين يحكيوا في كلام غلط. يلا للي يحب يتصل بشريفة المغربية، أرقام الهواتف كما شفتوها من أول هذه الفقرة إلى آخرها. طبعا اللي يحب يتواصل بشريفة ويسأل شريفة ويحكي مع شريفة يتصل برقم الهاتف اللي موجود أسفل الشاشة. بطبيعة الحال أشهر روحانية في تونس وفي المغرب العربي وفي الوطن العربي. شريفة نشكرك، ما تقلقش روحك. نستمر إن شاء الله. عايشك. هذا الموسم والموسم القادم زاد إن شاء الله معايا في فقرة أخرى. أجي نقول لك باش نعملوا فقرة عام الجاي، لا تخطر على بالي يا شريف. إن شاء الله صدقني لا تخطر على بالي. ربي يهديهم ويسيبونا في حالنا، ربي يهدي الناس كل. والله وإن شاء الله نتلهوا برواحنا، نتلهوا بقضياتنا ونسيبوا العباد. سيبوا العباد.
يلا شكرا يعطيك الصحة. عايشك يا شريف. كريستالوكس تشكيلة رائعة من الثريات بقطع كريستال عالية الجودة من الشركة الدولية لصناعة الكريستال. كريستال عصفور بريق لا مثيل له. كريستالوكس تصميمات تونسية بمواصفات عالمية بجميع المقاسات وتناسب جميع الفضاءات. كريستالوكس تصنيع حسب الطلب. رد بالك تمشي للبلان هذا، خاطر بعد ما هبطت بيتزا امريكان وخذيت فاميلي بوكس وكملت جربت السلاد اللي عندهم عرفتها مش مشتوفه على خير، باش نولي مدمن على الدريس هذه. الحكايه ماشيه في بوكس الفطور وبيتزا نكمل بها النهار، من الاخر هوني باش تعاود تعرف على البيتزا من الاول جديد، تقولش عليك عمرك ما جربتها. الباتي بيس وفي نفس الوقت خفيفه، هذا الديفي الاول جابوه صحيح، بين موتزاريلا ميموليت راكليت كدوير، لي فروماج كونتيتي الغادي متشخشيخ في محطه، وهذا يخليك تتمتع بها من الفرجه في جبونات للماكله. البوكس فيه كل ما تشتهى وتحب، الفاست فود بكله في بوكس واحد، الكاساديه اللي قدامك كيما اللي في المكسيك. والرابس بين بولي وفيوندا شي غير تبنن وكهو. اما تقرميش الكريسبي نورمال ياسر يسمع النصر بكله. كمل تزيدوا لي سوس وقول لي اش قولك. وبالطبيعه ما يحلى البوكس كان بالفريد. جماعه الهيلثي فود باش نوريكم كيفاش تعديوا نهاركم شيخين في تروازيتها. تختار الباز نتاعك كيما احنا خذينا لي تيولوز. ليتاب الثانيه تختار لي زانغيديون بالحق باش تحير بين الشوال الموجود بين الليجيوم ولي فخوي. ليتاب الاخر عندك انت. تاكل سلاد مكومبوزي على كيفك هايله برشا. بورتاني قراها تلقاها في حي النصر. الفرحه ليكم والعرس علينا. ما تخمم في شيء. سواري في اي بي اسبري رافيني ارقى سهرات في اضخم الفضاءات. المع نجوم الغناء في تونس والعالم العربي. اجمل الديكورات. فرقة المايسترو سوفيان السيالة لتنظيم الأفراح ديلك في ليلة العمر وأحلى المناسبات. تروب سوفيان السيالة سبيسيال ويدينج تونيزيا.